من حسن حظي أنني شاركت في إنشاء هذين المؤتمرين، الأول اللي هو خاص بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، كنا أقمناه من حوالي 10 سنين في أمريكا الشمالية لرعاية الأحكام الشرعية الخاصة بالمسلمين الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، لأن هناك ظروف تختلف عن ظروف بلاد المسلمين، وأحيانا تأتي إليهم أحكام قد لا تتناسب مع ظروفهم العملية هناك، فعاوزين فقهاء يفهموا هذه الظروف ويستخرجوا لهم من الشريعة الأحكام التي تناسبهم. ودي كانت بمناسبة كان المجلس الأوروبي برئاسة ومشيخة الشيخ القرضاوي بارك الله فيه وفقه الله أطال الله عمره، كان اتخذوا فتوى صعبة جدا قبل 10 سنين. هذه الفتوى أحيانا المرأة المسيحية أو اليهودية تسلم وزوجها يظل على ديانته وبينهما أولاد. ما فهمناه خلال السنوات طلب العلم كلها على أن هذه في مثل هذه الحالة المرأة تظل منتظرة للزوج حتى تنتهي العدة 3 شهور تقريبا، فإذا لم يسلم تنقطع الصلة بينهما وتروح لحاله ويروح لحاله ويشوف طريقة لتربية الأولاد. لكن الفتوى الغريبة التي أصدرها المجلس الأوروبي، طبعا تعرف احنا ما فهمناه، قالوا لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. فأصدر المجلس الأوروبي الإسلامي فتوى بأن من حقها أن تظل على علاقتها بزوجها، أن تظل على علاقتها بإيه؟ رعاية للأولاد. فالآية صريحة، سورة الممتحنة، الآية صريحة جدا، في حضرتك تقرأ في سورة الممتحنة، الآية صريحة في كون هذه الحالة يجب أن تنقطع الصلة بعد انتهاء مدة العدة. نعم، لا هن حل، يعني الآية صريحة، الآية صريحة في هذا. طيب ماذا نعمل؟ ما هو هذه الفتوى ربما تعم على كل البلاد غير الإسلامية للأقليات الإسلامية، وأجد فيها فرصة، فقلنا ننشئ مجمع لأمريكا الشمالية ولكل يعني الأقليات الأخرى حتى لا ينخدعوا بمثل هذه الفتوى. فرحنا والحمد لله وعملنا المجمع، وأصبح هذا المجمع يعني مرة ينعقد في أمريكا، مرة ينعقد في أوروبا، مرة ينعقد في نيجيريا، مرة ينعقد في بلد إسلامي يستضيفه، لا بأس. فإحنا الآن رايحين نعقد المؤتمر رقم 10 لهذا المجمع، والدعوة كانت من الكويت لعقد المجتمع عندهم، مؤتمر عندهم، فنرجو معذرة يعني يوم الثلاثاء لن نستطيع الحضور لدرس الجامع الأزهر، لكن إن شاء الله في مساء اليوم درسنا كالمعتاد في مضيفة الشيخ إسماعيل صادق العدوي إن شاء الله. نعم، في أوروبا، نعم في أوروبا، لكن نحن يعني طلعنا فيها بيان وكتبناها في كتيب ووزعناها في كل مكان استطعنا الوصول إليه.